الصيف لسه ما بدأ ولسه في تقلبات جوية خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر 5. في آخر المؤشرات في مركز طقس العرب تشير إلى وجود سلسلة من منخفضات الجوية الخماسينية راح تأثر على المملكة خلال الفترة القادمة. شو يعني هذا الكلام؟ الأمر الأول، في عنا تقلبات حرارية مستمرة معنا خلال ما تبقى من شهر 5 ما بين يوم وآخر. الأمر الآخر، عنا ارتفاع في وتيرة تأثر المملكة بموجات غبارية، فالأجواء المغبرة راح تكون حاضرة في أكثر من مرة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر 5، وهذا له تأثير مباشر طبعا على مرضى الجهاز التنفسي والعيون والحساسية بشكل أساسي. ومجدد التنبيه مرة ثانية أنه هذا الارتفاع في مستوى الغبار ممكن يأثر بشكل مباشر على ازدياد أعراض الحساسية. الأمر الثالث، وبشكل نادر فعنا فرصة لأن تهطل زخات عديدة من الأمطار في بعض الأوقات خلال هذه الفترة، فكل هذه التقلبات الجوية موجودة معنا خلال الأسبوعين القادمين إن شاء الله. اللي عنده استفسار أو سؤال معين عن وقت معين أو مناسبة معينة وحاب يعرف الحالة الجوية خاصة لمن هم من مرضى الحساسية، ممكن يكتب لي في التعليقات عن أي استفسارات أو أسئلة، إن شاء الله هحاول أجاوبهم. لا تنسوا طبعا تعملوا فولو لصفحة طقس العرب أو لحسابي على الإنستغرام، وإن شاء الله دائما نقدر نحاول نجاوبكم على كل استفساراتكم. دمتم دائما بخير.